وطهرنا من كل درس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نصلي من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة يا رب وارحم أشعر بهم يسجدوننا وأسرى فيهم يمجدوننا صارخين لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب له الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والمنزل إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض وقام من في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس على اليمين Ser vale, no, 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 no,